في البداية كده يا ولاد لازم نعرف إن إحنا أول ما بندخل بنقفل الكاميرا، أسفل بنفتح الكاميرا وبنقفل المايك. اللي حابب يجاوب أو يقول أي حاجة طبعا يرفع إيده، محدش يجاوب بطريقة عشوائية، اتفقنا؟ نقعد في مكان هادي مفيش أصوات مزعجة ونركز في السيشن. الصورة واضحة قدامكم؟ الصوت واضح؟ أيوة يا مس، بداية كل سيشن يا ولاد بيكون فيه كلمات جديدة، الكلمات دي اسمها إيه؟ كلمات مفتاحية، يعني إيه؟ يعني كلمات مكلمة في الدرس لازم إن إحنا نحفظها. النهاردة في صديقة جديدة معانا هتقول لنا إيه هي الكلمات دي؟ مين يعرف يا ترى مين الصديقة دي؟ مين صديقنا صديقنا؟ دور دورة، صح دورة. ومين اللي معاها؟ ومونزو، ناسيين مونزو؟ طيب دورة النهارده هتقول لنا الكلمات المهمة بتاعتنا في الدرس. الكل يكون قافل المايك زي ما انا هعمل تعملوا بالظبط، بس انتوا قافلين المايك ماشي؟ انا شايفاكم على فكرة، الناس اللي قافلة الكاميرا يا ريت تفتحها. الكلمات عشان نحفظها هنكررها مع بعض بس وانتوا قافلين المايك. اول كلمه عندنا مهمه بتقول لنا ايه؟ المثلث المربع المستطيل الدائره معايا يا ولاد؟ طيب مش سامعينك. تمام، يبقى تاني هقولهم علشان هخلي حد منكم يقولهم، ركزوا معايا. المثلث ايه المثلث؟ المربع المستطيل الدائرة، الدائرة اللي هي ايه؟ بنعملها بصوابعنا كده، انما المثلث والمربع والمستطيل انا مش هقدر اعملهم بايدي. انا بعمل ايه؟ بعمل بس المثلث، اسفه، بعمل بس ايه؟ الدائره. مين حفظ الكلمات او مين يعرف يقراهم من على الشاشه؟ تعالى تمام ماشي، بس احنا قلنا نرفع ايدينا افضل. اتفضل او اتفضلي تعالى، اتفضلي يا تعالى. المثلث المربع المستطيل الدائرة. برافو، ممتازة يا تال، ايه الشطارة دي؟ طيب مين يقدر يخمن درسنا النهارده بيتكلم عن ايه؟ يا ترى المثلث والمربع والمستطيل والدائرة، ده الدرس بيتكلم عن الأرقام ولا بيتكلم عن الأشكال؟ الأشكال الأشكال، قلنا ما هنرفع إيدينا، ما حدش يجاوب من غير إذن. نعم. هي دي حصة اللغات؟ لا يا حبيبتي دي رياضيات. ماشي. يبقى الأشكال الهندسية، يبقى درسنا النهارده بيتكلم عن إيه؟ الأشكال الهندسية. عندنا كام شكل يا ولاد طيب؟ اتفضل يا الناس. معلش يا مستر، اللغات هو ده عربي؟ يا حبيبتي تعرف. طيب. يعني اخرج جميل. لو انت لغات اخرجي. اتفضلي يا مريم، رفع ايدك. مريم عايزه تقولي حاجه؟ عندنا أربع أشكال. صحيح، برافو يا مريم. عندنا النهارده اربع اشكال هناخدهم في درسنا. طيب ايه رايكم لو نشوف فيديو قبل ما ندخل في الدرس؟ بس نركز في الفيديو علشان هسأل فيه، اتفقنا؟ ميس، نعم. هو ميس في حصة ماث؟ لا، رياضيات عربي يا حبيبتي. شكرا. العفو. الكل يقفل المايك ويركز في الفيديو، لو صوت مش واضح قولي.
هسأل في الفيديو، اتفقنا؟ أطل المربع حل السرور، وجاء المثلث حي الحضور. أطل المربع حل السرور، وجاء المثلث حي الحضور. ولما تبسمت الدائرة أتى المستطيل يرش العطور. أشكال، نحن الأشكال في كل مكان، تجد الأشكال. أشكال، نحن الأشكال في كل مكان، تجد الأشكال. قال المربع يا إخوتي هيا تعالوا إلى سفرتي، فطاولتي شكلها مربع، كم يشبه سقف غرفتي. قال المثلث عندي أنا ثلاث زوايا، ما أروعها ما أروعها من مزايا. سقف القرميد مثلث والجبل العالي مثلث، ما أروعها قصتي. أطل المربع حل السرور، وجاء المثلث حي الحضور. أطل المربع حل السرور، وجاء المثلث حي الحضور. ولما تبسمت الدائرة أتى المستطيل يرش العطور. أشكال، نحن الأشكال في كل مكان، تجد الأشكال. جاء دور الدائرة، نظرت حولها حائرة، غمزتها الشمس قائلة أنا في الشكل دائرة. وقال المستطيل يا رفقتي من ذا في شكلي يشبهني، كتاب ومقلامة ومسطرة وكذلك شكل المحفظة. أشكال، نحن الأشكال في كل مكان، تجد الأشكال. الكل يا ولاد سمع الفيديو؟ سمعت الفيديو وشفتوه كويس ولا لأ؟ تمام. طيب هسأل روكا، ايه روكا اللي كان في الفيديو على شكل مربع؟ فكري ايه اللي في الفيديو كان على شكل مربع؟ اللي في الفيديو اللي كان على شكل مربع ال ايه؟ طب مريم رفع ايدها، نشوف مريم. اتفضلي مريم، ايه اللي في الفيديو كان على شكل مربع؟ طاولة المربع. الطاولة مربع، برافو عليكي يا مريم. كانت عندي الطاولة مربع، الطاولة يا ولادي اللي هي الترابيزة كانت على شكل مربع. طيب ايه كمان؟ يبقى يا روكا كان عندي في الفيديو الطاولة على شكل مربع. كان في حاجة كمان، ايه اللي في الأوضة بتاعته كانت على شكل مربع؟ كان ايه؟ ايه اللي بيكون فوق في الأوضة بتاعتي؟ الشباك. مين قال الشباك؟ روكا؟ أنا روكا. ماشي يا روكا، بس ما تجاوبيش من غير إذن، برافو عليكي شطورة. الشباك على شكل مربع بس ما كانش في الفيديو. طيب ايه اللي كان على شكل دائرة في الفيديو؟ اتفضلي تالا. دائرة. اه ايه اللي على شكل دائرة في الفيديو؟ صورة ايه؟ آه.
ساعة. لا ما كانش في الفيديو الساعة، كان في حاجة تانية. لا يبقى الناس ما ركزتش في الفيديو صح؟ بس ممكن أجاوب. فضيّر الشمس. الشمس برافو عليكي، ايه الشطاره دي؟ يبقى انا عندي كان في الشمس، الشمس الوحيده بس اللي كانت على شكل ايه؟ دائره، ما جابليش اي اشكال ثانيه. طيب مين يقول لي ايه اللي كان على شكل مستطيل؟ حاجات او ادوات انا بستخدمها معايا في المدرسه. مسطره. مين يفتكر؟ مسطره، برافو عليكي رقية. ايه كمان؟ مثلا مش اسمي مكان، اسمي رؤى. رؤى، ماشي يا رؤى. مريم اتفضلي. كتاب. الكتاب ممتازة. طيب ايه اللي كان على شكل مثلث اخر شكل معانا؟ مين يفتكر؟ الهرم. الهرم، بس خلاص اتفقنا يا روكا ما حدش يفتح المايك ويجاوب من غير اذن، ماشي؟ ماشي. يبقى احنا النهارده هناخد الاشكال الهندسيه. اول شكل معانا هو شكل ايه؟ المثلث. المثلث، برافو. المثلث ده يا ولاد عنده ايه؟ عنده ميزه كده بتميزه عن اي حد تاني. ايه الميزه اللي بتميزه؟ انه طيب مثلا؟ اكيد لا طبعا. انما ايه اللي بيميزه؟ قال المثلث ده شكل هندسي، عنده ايه؟ عنده ثلاث اضلاع. يبقى المثلث ده شكل هندسه عنده ايه؟ ثلاث ايه؟ اضلاع. ثلاث اضلاع، برافو عليكي. يبقى المثلث ده شكل هندسه عنده ثلاث اضلاع. يعني ايه اضلاع اصلا؟ يعني ايه ضلع؟ حد يعرف؟ بصوا معايا. انا عندي الشكل ده اللي عامل زي العصايه ده اسمه ضلع. طيب لو انا ميلته كده هل اسمه يتغير؟ أكيد لا طبعا. مريم هي وصحية، هي مريم هي وليمة، اسمها مش بيتغير، نفس الكلام. أنا عندي ده اسمه ضلع وده اسمه ضلع. طيب ولو نام كده برضه هيبقى اسمه ضلع. يبقى المثلث ده عنده كام ضلع؟ اتفضلي يا تالا. ثلاثة. ثلاثة، برافو. تعالي نعدهم مع بعض كده، يبقى ايه؟ واحد. لا انا عايزه حد يعد معايا. اتفضلي يا روت. واحد. هبدا تاني من فوق. واحد اللي تحت. اتنين. تلاته. تلاته، برافو عليكي. يبقى المثلث عنده كام ضلع؟ تلاته. تلاته، لا بصوت عالي، المثلث عنده كام ضلع؟ تلاته. ثلاثة، برافو. طيب ايه بقى اللي في الاكل اللي بناكله او في اللعب او في الادوات اللي عندي في الاوضه بتاعتي على شكل مثلث؟ شريحه او قطعه البطيخ، صح؟ مش قطعه البطيخ دي على شكل مثلث؟ مين بيحب البطيخ؟ انا. ايه ده كلكم بتحبوا البطيخ؟ انا بحب البطيخ برضه، ماشي. ايه كمان؟ صيف واحنا في الصيف، صح، بيظهر في الصيف واحنا في فصل الصيف. وقطعة ايه كمان؟ وقطعة الجبنة على شكل مثلث. ومعايا ايه كمان؟ مين يفكر؟ الهرم. الهرم، برافو عليكي، ممتازة. الهرم إجابة صحيحة، بس أنا عندي صورة تانية قبل الهرم. صورة ايه دي؟ البيتزا. البيتزا، مين بيحب البيتزا؟ أنا. كلنا برضو؟ تمام. طيب يبقى أول شكل معانا شكل إيه ده؟ المثلث، قلنا المثلث عنده كام ضلع؟ تلاتة. تلاتة، هناخد لعبة على المثلث. نبدأ بمين؟ نبدأ بتالا. بصي اللعبة عبارة عن إيه؟ بيديني سؤال وانا اختار اجابه صحيحه من دول، لو الاجابه صحيحه هتظهر عندي هنا ورده، لو مش صحيحه الابريق ده ايه؟ هيتهز كده كان الاجابه غلط. اتفقنا؟
يقول لي الشكل المقابل يسمى ايه؟ يا ترى ده شكل ايه؟ مثلث ولا مربع ولا دائره؟ مس نعم ممكن أشرب. مثلث برافو عليك يا تالي، ايه الشطاره دي، ممتازه. مثلث طبعا. يا حبيبتي اتفضلي. يبقى الإجابة صحيحة. طيب مين يحل اللي بعده؟ روكا بيقول لي عدد أضلاع المثلث، المثلث عنده كام ضلع؟ اتنين ولا تلاتة ولا أربعة؟ اتفضلي يا روكا. نبيل روكي سامعاني؟ نعم يا ميس. تعرفي تجاوب السؤال ده؟ بيقول لي عدد اضلاع المثلث، لسه قايلين المثلث عنده كام ضلع؟ اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. متأكدة؟ إيه؟ متأكدة إن ثلاثة صحيح يعني ولا غلط؟ أيوة. طيب نشوف تالا، تالا إجابة روكا صح ولا غلط؟ نعم؟ إجابة روكا صح ولا غلط؟ بتقول أضلاع المثلث ثلاثة. صح. صحيح، برافو عليك، وأنتوا الاثنين ممتازين، يبقى عندي أنا أضلاع المثلث ثلاثة. تمام كده، يبقى انا اول ما ضغطت على البريك بس من بدايته ظهرت لي الورد، يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه صحيح. طيب فاكرين اخذنا المثلث كان بعده على طول مين؟ مين الشكل اللي كان بعد المثلث على طول؟ المربع. المربع برضو عنده ميزه بتميزه، ايه الميزه دي؟ قلنا المثلث عنده ثلاث اضلاع، انما المربع ماله؟ عنده كام ضلع؟ مين يخمن كده عنده كام؟ ليه يا روكا تجاوب من غير اذن يا روكا؟ طب ماشي، برافو عليك، هي اجابه صحيحه. يبقى انا عندي المربع عنده اربع اضلاع، معلش يا تالا خليك تجاوب. لو جينا نعدهم طيب هقول ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. ايه في الاوضه بتاعتي على شكل مربع؟ كل يبص كده حواليه ويقول لي ايه اللي جنبه او في اللعب بتاعته على شكل مربع. اساعدكم بصوره. انا المخد. عندي مثلا المخده عندك على شكل مربع، تمام. انا عندي الساعه على شكل مربع. ايه كمان؟ انا عندي عندك ايه روكا؟ وتالا عندها الساعة تقريبا برضو على شكل مربع، برافو عليكي يا تالا. طيب أنا عندي الساعة على شكل مربع، عندي الشباك على شكل مربع. وعندي إيه كمان؟ وعندي البرواز على شكل مربع، البرواز ده يا إما يكون لا مش مربع ده يا تالا، لا مش مربع. ده اسمه حاجة تانية، هناخده كمان شوية. يبقى أنا عندي البرواز أو الساعة أو إيه؟ أو الشباك. مين اللي جاوبش في اللعبة اللي فاتت عشان هيجاوب معايا في اللعبة دي؟ أنا. طيب مريم بيقول لي الشكل المقابل ده يا مريم يسمى ايه؟ مستطيل ولا مثلث ولا مربع؟ يلا يا مريم افتحي المايك من عندي. مربع. الشكل ده يسمى مربع. روكا اجابتها صح ولا غلط؟ صح. مربع. صح طبعا، برافو عليكم الاثنين، مربع، برافو عليك. الاجابه مربع. طيب
عدد أضلاع المربع كام يا تالا؟ المربع عنده كام ضلع؟ أربعة. أربعة، برافو عليكي. سقفوا لتالا، سقف لتالا سقفة كبيرة. برافو عليكم ممتازين. طيب أخدنا المثلث وأخدنا مين؟ المربع. عندنا شكل كمان، يا ترى ده شكل إيه؟ مستطيل. مستطيل، برافو. المستطيل ده ماله؟ عنده كام ضلع؟ ما حدش يجاوب من غير إذن. عايزة مريم تقول لي، يا ترى عنده كام ضلع المستطيل ده؟ مريم تعرفي عنده كام ضلع؟ طيب تعالي نعدهم سوا. أنا عندي ده اسمه ضلع، يبقى أدي واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة. أربعة. المستطيل عندي كام ضلع؟ أربعة. عنده أربعة أضلاع، صح؟ يبقى المستطيل عنده أربعة أضلاع. هتقولوا لي إيه ده؟ هو المستطيل زي المربع؟ صح ولا لا؟ صح. شبه المربع يعني كده قد بعض؟ لا لا طبعا، لا يا ميس، مش قد بعض. المربع أضلاعه كلها متساوية، إنما المستطيل ماله؟ عنده ضلعين طوال وضلعين قصيرين، صح؟ يبقى المستطيل بيختلف عن المربع ولا زيه بالظبط؟ مختلف. مختلف، برافو عليكي. طيب نشوف الأشكال اللي ممكن تكون على شكل مستطيل. جميل يا تالا، إيه البرواز الحلو ده؟ صحيح، البرواز على شكل مستطيل. إيه كمان؟ بس اللي هي شغالة معايا وبتوريني حاجات من عندها، أنتوا مش فاضيين توروني أي حاجة وقافلين الكاميرا، ليه كده؟ لو مش عايزين توروني في الكاميرا قولوا لي، إيه الحاجة اللي عندك على شكل مستطيل؟ تمام، الكشكول أو الكتاب على شكل مستطيل، برافو عليكي يا تالا. طيب أنا هوريكم، أنا عندي الموبايل بتاعي على شكل مستطيل، شايفين؟ تمام؟ نعم. بس ماما التاب بتاعي كده. التاب على شكل مستطيل؟ يس. صحيح، برافو عليكي، التابلت على شكل مستطيل ومعانا هنا في الصور كمان، وانا عندي الموبايل بتاعي على شكل مستطيل. يبقى انا عندي ايه؟ كلنا عندنا على فكره الباب على شكل مستطيل، صح ولا لا؟ تمام. نعم يا تالا. الطاوله على شكل مستطيل. اللي عندك؟ تمام. ماشي حمد. يبقى انا عندي تالا عندها الطاوله على شكل مستطيل، انا عندي الباب على شكل مستطيل، في حد الباب عنده مش على شكل مستطيل؟ لا لا طبعا. طيب عندي ايه كمان؟ التابلت زي ما قالت روكا تقريبا، روكا اللي بتقول عندها التاب على شكل مستطيل، ايه كمان؟ وعندي شوكولاته. اوعى تقول انكم بتحبوا الشوكولاته. بتحبوا الشوكولاته برضو؟ ايوه ايوه برضو. تمام. يبقى احنا متفقين ان احنا بنحب البطيخ والشوكولاته والبيتزا. تمام يا تالا، حبيبتي شطوره. يبقى انا عندي الباب وقطعه الشوكولاته والتاب على شكل مستطيل. ونبدا بمين؟ روكا ما جاوبتش المره اللي فاتت، يلا يا روكا. بيقول لي الشكل ده اسمه ايه؟ دائره ولا مستطيل ولا مربع؟ مستطيل. مستطيل، برافو عليك. نسقف لروكا. طيب انت عددكم صغير، ممكن على فكره تفتح المايك وتسقفوا سقفه كبير علشان روكا تسمعها. افتحوا المايك وسقفوا لروكا يا جماعه. هي مريم تقريبا فرجت. طيب يلا يا تالا، بيقول لي المستطيل عنده كام ضلع؟ أربعة. أربعة، برافو عليكي، إيه الشطارة دي؟
أربعة طبعاً، إحنا متفقين إن المستطيل زي المربع، كورة يتلاقى أي تلاتة. آخر شكل معانا، مين يفكرني هو شكل إيه؟ قلنا شكل الدائرة، دائرة. الدائرة، برافو عليكي يا روتا. طيب أنا هخمن، أنا هقول لكم وأنتوا تخمنوا. إيه الحاجة اللي إحنا بنجيبها في عيد الميلاد أو في المناسبات السعيدة، بس وخصوصا في عيد الميلاد، وبنحط فيها شمع على شكل دايرة؟ الكيك. الكيكة، برافو عليكي. أو إيه؟ أو التورتة، برافو. صحيح يا تالا، أنت عندك المنبه على شكل دايرة. شطور يا تالا، أنا مبسوطة منك خالص النهاردة. برافو برافو. ودي كمان على شكل دائرة، ممتازة يا تالا الحبيبة. لسه وأنا عندي الساعة. الساعة على شكل دايرة؟ برافو يا روكا. طيب إيه كمان؟ هقول لكم حاجة وأنتوا تخمنوا. في حاجة بتظهر في السماء بالليل، بالليل مش بالنهار، يا ترى دي إيه؟ القمر، صح؟ القمر، برافو عليكي يا قمر. طبعا يبقى أنا عندي القمر على شكل دائرة. إيه كمان؟ إحنا قلنا قطعة البيتزا القطعة الصغيرة على شكل مثلث، إنما البيتزا كلها على شكل إيه؟ دائرة. دائرة، برافو عليكي، رائعة يا رب. يبقى أنا عندي التورتة أو الكيكة على شكل دايرة، عندي القمر على شكل دايرة، عندي البيتزا كلها على شكل إيه؟ على شكل دائرة. طيب أخدنا المثلث عنده 3 أضلاع، والمربع عنده كم ضلع؟ عنده 4. 4. والمستطيل؟ مستطيل 4. 4. 4. طيب يا ترى الدايرة عندها كم ضلع؟ ما عندها ضلع يا مس. ليه طيب؟ لأن هي دائرة علشان مدورة. هي ايه؟ مدورة، برافو عليك، هي مدورة فملهاش ولا ضلع. طيب لو أنا سألت وقلت كم عدد أضلاع الدائرة؟ الإجابة هتكون كام؟ مدورة. لا أنا بسأل على أضلاع يا تالا. لما أقول لك عدد أضلاع الدائرة هتكون الإجابة كام؟ 1. عندها ضلع؟ بص إحنا اتفقنا الضلع عبارة عن إيه؟ عصاية كده، شبه العصاية. يا ترى الدايرة فيها الشكل ده؟ جواها الشكل ده؟ شايفين هي عاملة إزاي؟ زي ما قالت تالا كده مدورة. يبقى عدد الأضلاع إيه؟ 0. مين قال 0؟ أنا. برافو عليكي، كلنا نفتح المايك ونسقف لروكا سقفة كبيرة، ممتازة يا روكا. ما عندهاش أضلاع يبقى إيه؟ يبقى 0. كلمة مفيش يعني 0. خلاص؟ يبقى الدايرة الوحيدة اللي إيه؟ اللي ما عندهاش أضلاع. مريوم ليه بتخرجي وتدخلي كل شوية؟ النت عندك ضعيف؟ مريم؟ طب خلاص أنا مش عايزة أعرف إيه سبب الخروج، قولي لي بس. هاتي لي مثال على شكل دايرة. حاجة بتظهر في السماء بالنهار على شكل دايرة. يا ترى دي إيه؟ شمس. الشمس، برافو عليكي يا مريم، ممتازة. طيب نبدأ بمين؟ نبدأ بروكا. بيقول لي الشكل المقابل يسمى إيه؟ مثلث ولا دائرة ولا مربع؟ لا. دائرة؟ مريم إجابة روكا صحيح ولا غلط؟ صحيح. صحيح، ممتازات، إيه الشطارة دي؟ أكيد طبعًا الشكل ده على شكل دائرة. والوردة كمان، شايفين الوردة لما ظهرت لنا؟ ظهرت إيه؟ على شكل دائرة. دائرة برضو، برافو. طيب عدد أضلاع الدائرة يا مريم؟ يا ترى 4 أضلاع ولا 3 ولا 6؟ الدائرة عندها كم ضلع؟ ماشي، هو بيسألني الدائرة عندها كم كم ضلع؟ 4 ولا 3 ولا 6؟ افتحي المايك يا مريم، مقفول عندك. اتفضلي. 0. 0. طيب نشوف تالا.
إجابتها صحيحة ولا غلط يا دانا؟ صحيحة. متأكدة؟ صفر. أيوة صفر طبعا، برافو عليك، وانتوا الاثنين الإجابة صحيحة. يبقى أنا عندي الدائرة عدد أضلاعها صفر. صفر، برافو، ممتاز. إيه رأيكم ناخد لعبة أكبر على الأشكال كلها؟ جاهزين؟ جاهزين. طيب لعبة السبينر دلوقتي عبارة عن إيه؟ أنا هضغط على الدايرة الصغيرة دي والدايرة الكبيرة دي هتلف، تمام؟ وهنقف على السؤال، شايفين السهم الأحمر اللي فوق ده؟ هيقف لي فين؟ على سؤال من الأسئلة وهناخدكم بالترتيب. اتفقنا؟ ركز علشان هسأل. الدور على تالا. بيقول لي تالا شكل هندسي لديه أربع أضلاع مختلفة، يعني أضلاعه مش قد بعض. مين اللي أضلاعه مش قد بعض؟ بيقول لي من هو؟ فاكرة؟ قلنا في شكل عنده ضلعين طوال وضلعين قصيرين، يا ترى مين ده؟ أنا عندي أربع أشكال، طيب أنا هفكرك بيهم. يا ترى هو مثلث ولا مربع ولا مستطيل ولا دائرة؟ مين الشكل الطويل اللي عنده ضلعين طوال وضلعين قصيرين؟ مستطيل. مستطيل. طب نشوف روكا إجابتها صح ولا غلط يا روكا؟ صح. صحيحة طبعا، برافو عليك يا تالا. أنت وروكا، روكا قلت لي اسمك إيه؟ رؤى؟ رؤى. أيوه رؤى، تمام يا رؤى. يبقى مستطيل، انما المربع قلنا ايه يا تالا؟ اضلاعه كلها متساويه. برافو عليك يا تالا، اجابتك صحيحه. طيب الدور عليكي يا روكا. بيقول لي ماذا تشبه الشمس؟ الشمس بتشبه ايه؟ الدائره. ممتازه، الدائره طبعا. مريم، مريم فرضت برضو. طيب يلا يا تالا. نعم يا مس. بيقول لي شكل هندسي لديه ثلاث أضلاع فقط، من هو؟ مين الشكل اللي عنده ثلاث أضلاع؟ مفكر مفكر مفكر. أفكرك بالأشكال تاني؟ مثلث، مربع، مستطيل، دائرة. مثلث. المثلث طبعا، برافو عليك يا شطورة، إيه الشطارة دي؟ أنا عندي المثلث عنده ثلاث أضلاع. نعم يا روكا. عندي حاجة دائرة. وديني؟ صحيح، على شكل دائرة، برافو عليك يا روكا. صح يا حبيبتي. طيب يلا علشان الدور عليكي. بيقول لي ماذا تشبه قطعة البيتزا؟ القطعة الصغيرة مش البيتزا كلها. بتشبه ايه؟ المثلث. المثلث، متأكدة؟ يس. تالا، قطعة البيتزا بتشبه المثلث ولا بتشبه حاجة تانية؟ نعم يا مس. قطعة البيتزا، روكي قالت تشبه المثلث، اجابتها صح ولا غلط؟ قطعة قطعة البيتزا اللي هي الصغيرة دي بتشبه ايه؟ المثلث. المثلث، يبقى اجابة صحيحة، برافو عليكم. السؤال ده قبل كده كمان. طيب تالا، فاكرة؟ نعم. قلنا الشباك على شكل ايه؟ مستطيل. الشباك مش الباب. مربع. مربع طبعا، برافو عليكي شطورة. يبقى انا عندي الشباك على شكل مربع.
يلا يا روكا. يا مس. نعم. الشباك عندي مستطيل. طب انا اقصد الشباك اللي كان في الباور بوينت اللي انا جبته لك جنب المربع اللي بيضحك ده. في شباك ممكن يكون مربع وفي شباك ممكن يكون مستطيل، بس في الغالب يعني دايما بيكون مربع، ماشي؟ انما الباب هو المستطيل، اتفقنا يا تالا؟ مش انا كمان الشباك بتاعي كده مستطيل. إيه؟ مستطيل؟ طيب ماشي، انما انا الشباك يا جماعه بتاعي مربع. خلاص ما تزعلوش. طيب ناخد بس لعبه كمان علشان روكا ما لعبتش معانا سؤال مختلف من السؤال ده. طيب السؤال ده مهم خالص، قال لي ايه؟ شكل هندسي ليس لديه اضلاع، من هو؟ الشكل الهندسي معنا الدائره، صح الكلام ده يا تالا ولا غلط؟ الدائره ما عندهاش اضلاع؟ تالا صفر. يعني اجابتها صحيحه ولا غلط؟ هي قالت الدائره ما عندهاش اضلاع. مش صحيحه. مش صحيحه؟ ليه؟ طيب الدائره عندها كم ضلع؟ صفر. طيب ماشي، ما هي قالت لي كده. بص يا حبيبتي، هي بتقول لي ايه؟ الدائره ليس عندها اضلاع، معنى كده ان ايه؟ ان صفر. يبقى اجابتها صح ولا غلط؟ صح. صح طبعا، برافو عليكي. يبقى انا عندي الدائره ليس لديها ايه؟ ليس لديها اضلاع، يعني اضلاعها صفر. طبعا في كل سيشن لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في واجب، صح؟ مين بيحب يحل الواجب؟ بتحب تحليه برضو ولا بتضحك عليا؟ انا ما اعرفش الواجب بيبقى فين، بس انا بحب احل. طيب ماشي، وتالا بتحل الواجب ولا لا؟ بحله. شطوره يعني في حل الواجب، بتحليه صح؟ طيب ماشي هنشوف. يبقى انا عندي دايما في كل سيشن لازم بنحل الواجب، ودلوقتي انا خلصت ومش هتكلم، انتوا اللي هتتكلموا. جايب لي جدول، الجدول ده فيه اشكال، كل شكل عايزين نعرف اسمه ايه وعدد اضلاعه، وتجيبي لي صوره من الاوضه عندك او صوره من اللي احنا اخدناها على شكل الصوره اللي هي موجوده دي او على الشكل الموجود. اتفقنا؟ مين يبدأ؟ طيب نبدأ بتالا علشان هو دورها، اتفضلي يا تالا. نعم يا مس. بيقول لي الشكل ده اسمه ايه؟ مثلث ولا مربع ولا مستطيل ولا دائرة؟ مثلث. مثلث، برافو عليكي. المثلث ده، لا استني هتكملي الاجابه كلها، ماشي؟ المثلث ده عنده كام ضلع؟ عدد اضلاعه كام؟ ثلاثه. ثلاثه. طيب اديني صوره او شكل، اسفه، هاتي لي صوره على شكل المثلث. من الصور اللي احنا جبناها كان في صوره ايه وايه وايه؟ كان عندنا ثلاث صور. البيتزا. البيتزا كلها؟ لا. امال ايه؟ مثلث. قطعه مثلثيه، برافو عليكي، ممتازه ممتازه يا تالا، برافو يا حبيبتي. بصي يا روكا، تالا جاوبت الثلاث اسئله كلهم صح، ركزي علشان تجاوبي زيها. بيقول لي الشكل ده اسمه ايه؟ مستطيل. مربع. مربع ولا مستطيل؟ مربع. آخر كلام؟ مربع طبعا، برافو عليك. يبقى أنا عندي الشكل ده اسمه مربع. المربع عنده كام ضلع؟ المربع عنده كام ضلع؟ تلاتة. أربعة. تلاتة ولا أربعة؟ أربعة. أربعة. متأكدة؟ يس.
تمام، يبقى المربع عنده أربع أضلاع. هاتي لي بقى صورة على شكل مربع من الصور اللي احنا أخدناها. كان عندنا صورة الشباك. إيه؟ الشباك، برافو عليكي. وإيه كمان؟ تفتكري حاجة تانية غير الشباك؟ إيه؟ تفتكري حاجة تانية كانت على شكل مربع غير الشباك من الصور اللي احنا نزلناها؟ الساعة، صح؟ الشباك والساعة، برافو عليك. انت جاوبتي الشباك يبقى اجابتك صحيحة، وجاوبتي الثلاثة صح، يبقى انت ممتازة ممتازة ممتازة، برافو عليك يا روكي. نرجع تاني يا رفيدة. رفيدة سامعاني؟ رفيدة؟ طيب نرجع لتالا. يلا يا تالا، أخدنا الشكل ده كان اسمه إيه؟ تالا؟ نعم يا مات. الشكل ده اسمه إيه؟ مستطيل. مستطيل عنده كم ضلع؟ أربعة. أربعة. إيه من الصور كان على شكل مستطيل لو تفتكري؟ التاب. التاب، ممتازة. التاب كان على شكل مستطيل، ممتازة 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 يا تاب. أيسن وريتال، تعرفي تجاوبي؟ ريتال أو أيسن أو أسيل تقريبا. طب اتفضلي يا روكا، قولي آخر شكل عندي، الشكل ده اسمه إيه؟ مستطيل. مين بيقول مستطيل؟ آخر شكل عندي ده مستطيل؟ ده كده الشكل ده هيزعل مني، مش هكلمك تاني خالص. دائرة. دائرة طبعاً، برافو عليكي. قلنا الدائرة عندها كام ضلع؟ صفر. صفر، ممتازة. قلنا الدائرة ليس لها أضلاع، يعني صفر. إيه اللي كان على شكل دائرة في الصورة عندي؟ الشمس. الشمس، وإيه كمان؟ الساعة. لا، ما كنتش جايبه ساعه على شكل دائره في الصوره اللي انا جبتها. في حاجه ثانيه بتظهر في السماء بس بالليل غير الشمس، اللي هي مين؟ الليل. اه، ايه اللي بيظهر؟ ايه اللي بيظهر بالليل؟ القمر طبعا، برافو عليكي. يبقى انا عندي الدائره او القمر، اسفه، على شكل دائره، برافو عليكي يا روكي، ممتازه ممتازه ممتازه. أنا مبسوطة منكم خالص أنت وتالا النهاردة. حفظنا الأشكال ولا لأ؟ حفظناه. أيوه. الدرس سهل ولا صعب؟ سهل. سهل كتير يا مس. ماشي يا تالا. مريم؟ مريم وفريدة وريتال معانا رياضيات ولا حاجة تانية؟ نعم يا مس. معانا يا حبيبتي في الرياضيات ولا عندك حاجة تانية؟ اه معانا. طيب ليه داخلة متأخر؟ احنا خلصنا الدرس خلاص. أنا ما كنتش أعرف إن الحصة بدأت. لسه أنا أول مرة أحضر. مين بيتكلم؟ مريم؟ لا، أنا فريدة. فريدة؟ أو ليش يا جديدة؟ أنا أول مرة أحضر يا مس معاكي. ليش حضرتك؟ هو أنا أصلا لسه فكرة إن أنا عندي حصة فدخلها متأخرة عشان كده. طب يا حبيبتي، إحنا النهاردة في درسنا كنا بنتكلم عن الأشكال الهندسية، وأخدنا المثلث والمربع والمستطيل والدايرة، بمعنى أصح الدائرة. خدنا أربع أشكال النهاردة، أنا وروكا وتال ومريم، كانت معانا مريم كمان. تعرفوا الأشكال دي ولا لأ؟ أنا عارفة
شطور يا مريم. مين تاني يعرف الأشكال دي؟ أنا صعب بالإنجليش. ماذا؟ أنا أنا فريدة عارفة بالإنجليش. فريدة؟ تريانجل وسكوير وريكتينجل وسيركل. سيركل، برافو عليك، ممتاز يا فريدة. يعني احنا في البريك ولا دي حصه ايه؟ دي حصه رياضيات يا حبيبتي. احنا كده خلصنا، يعني مفيش حصه تانية؟ الرياضيات لا. لا ايه؟ رياضيات العربي في انجليش؟ اه ان شاء الله في. ميس، هو في حصه تجريبي بعد دي؟ اه ان شاء الله. ميس يعني دلوقتي ممكن، يعني دلوقتي كمان ناخد بريك؟ اه يا حبيبتي. مس البريك يعني قافل كمان واخد البريك؟ مس البريك كام؟ كم يعني دقيقة؟ 5 دقايق. مس الساعة كام يا مس؟ السلام عليكم، ازيكم يا ابطال يا بطلات. احنا هنقفل دلوقتي ونفتح تاني ان شاء الله. ادخلوا على نفس الرابط. تمام، سلام. امتى؟